هل لك أن تطلعين على القواعد الجديدة الخاصة بكورونا التي اتخذتها الحكومة بالأمس؟ تفضلي حسين. نعم ممدوح. بداية نحن الآن متواجدون أمام الاشتيفان دوم. سجلت وزارة الصحة النمساوية بالأمس أكثر من 53 ألف إصابة بفيروس كورونا، واليوم تم تسجيل حوالي 42 ألف إصابة، ولذلك قدمت الحكومة قواعد أكثر صرامة بما يخص بقوانين كورونا، وهي خاصة بإلزامية قناع FFP2 وتمديد مدة الحجر الصحي تقصير مدة الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص العاملين في القطاع الصحي. وبما يخص إلزامية قناع FFP2 فسوف يتم إعادة متطلبات القناع مرة أخرى في الداخل في جميع أنحاء النمسا، والتي كانت بالفعل موجودة في فيينا ولم يتم إلغاؤها. سيتم إدخال قناع FFP2 بشكل إلزامي في جميع الغرف العامة المغلقة، ويكون الخيار متاح فقط بالنسبة لقطاع الطهو الليلي، وبالنسبة أيضا للاجتماعات التي تضم أكثر من 100 شخص بدون وجود مقاعد مخصصة، وذلك يكون الخيار عند فحص درايجي، ويكون عند ذلك قناع FFP2 غير ملزم. وأيضا في الأماكن التي تضم أكثر من 100 شخص بوجود مقاعد ثابتة سوف يتم الالتزام بقناع FFP2، ويكون أيضا إلزاميا في أماكن في المواصلات العامة وفي أماكن البيع بالتجزئة أو التجارة بشكل عام، في المستشفيات، في أماكن طبعا في أماكن العمل بما تخص أماكن أو دور رعاية المسنين ودور التقاعد، وأيضا بتكون أيضا إلزامية في المرافق الثقافية والترفيهية، وأيضا في الأماكن أو الغرف المغلقة مثل الأوبرا والسينما التي تضم حوالي 100 شخص بيكون الخيار للمشغل إما يتم فحص قاعدة درايجي أو يتم الالتزام بارتداء القناع. أما القاعدة الثانية فهي تخص بتقصير مدة الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص العاملين في القطاع الصحي، وهي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض لمدة يومين بعد 5 أيام، بدون يسمح لهم بالخروج مرة أخرى إلى العمل بعد 5 أيام بدون إثبات أو اختبار سلبي. وبذلك مع الالتزام بارتداء القناع عند الاتصال بالأشخاص الذين أو من المحتمل أنهم معرضون للخطر، وأيضا يمنعون من الدخول أو المشاركة في الأحداث العامة والدخول إلى المرافق والمشاركة في الأنشطة التي لم يتم فيها ارتداء قناع FFP2 باستمرار مثل قطاع الطهو، أيضا في أماكن أو نوادي الأنشطة الرياضية. يعني قواعد بوسينة بالنسبة للمطاعم وبالنسبة للمطاعم والكافيهات ليها قواعد خاصة بها بعيدة عن المتاجر. الأشخاص يسمح لها الأشخاص بعد خمسة أيام الذهاب فقط إلى العمل بعد 5 أيام بدون اختبار سلبي، ولذلك اللي هم بالفعل ليس لديهم أي أعراض لمدة يومين مسموح لهم فقط أن هم يذهبوا إلى العمل، ولكن ممنوع المشاركة في أي أحداث أو أي الدخول إلى أي مرافق أو الدخول إلى المطاعم أو المشاركة في هذه الأحداث إلا باستخدام أو وجود اختبار سلبي. طيب بثينة، لك أن تشرحي لنا الشارع الموجود عندك، هي دي مظاهرة اللي وراكي ولا صفنا المكان في الاشتيفانس بلاتس؟ عفوا ممدوح، أريد التحدث إلى نقطة لم أريد التحدث عنها، يعني أنه توجد توصية صادرة من وزير الصحة يوهانس راوخ، أن هذه التوصية بتقول أن الأشخاص العاملين في القطاع الصحي أو الموظفين ككل السماح للذهاب إلى العمل بعد خمسة أيام إذا كانوا لا يعانون من أي أعراض لمدة يومين بسماح لهم بأنهم يقيمون بالاختبار السلبي، أو إذا كانت قيمة السيتي فيرت أعلى من 30 فتكون قاعدة الحجر الصحي غير منطبقة عليهم، وتنطبق هذه القواعد بالفعل إلى منتصف الشهر المقبل أو إلى 16 أبريل.
يعني ده التوصية دي كانت خاصة بالأشخاص العاملين في القطاع الصحي. نعم، والتوصية هذه خاصة بالعاملين في القطاع الصحي بالنسبة إلى أيضا جميع الموظفين. نعم، بأنه بعد إجراء اختبار سلبي، وبعد إذا كانت قيمة السي تي فيرت أعلى من 30 يسمح لهم بالفعل إلى أو لا تنطبق عليهم قاعدة الحجر الصحي. طيب أرجع لسؤالي تاني، حركة الشارع من خلفك هي دي مظاهرة ولا دي ناس يعني خارجة للنزهة يعني؟ يعني بداية ممدوحة، وأنا تزامن هذا تزامن احياء ذكرى هذا الحدث عند وجودي امام الشتيفن دوم. هذا الحدث توجد لافتات او احياء لذكرى مرور 23 سنه على حرب الناتو ضد يوغوسلافيا. هذه هي مجرد احياء لذكرى هذه ذكرى هذه الحرب، وايضا يوجد ايضا بعض اللافتات التي تدعم اوكرانيا وتدعم ايضا الحياد، و يوجد ايضا بعض اللافتات التي يوجد عليها سيشا هايت اون ناتو فور اوكرانيا، يعني الامان بدور الناتو لاوكرانيا. وبالنسبه يعني لحركه الشارع ما يخص المحال التجاريه والمقاهي، هل يوجد هناك اقبال كبير من الناس ام ان الناس ما زالت في حاله حظر؟ طبعا ممدوح. احب اضيف كمان انه يوجد تواجد امني كثيف فعلا، وتوجد يعني تغطيات اعلاميه كثيره جدا. وطبعا بالنسبه لحركه الشارع زي ما احنا عارفين النهارده ان درجه الحراره معتدله، ودرجه الحراره يعني بتوصل ل20، فالناس كلها طبعا موجوده في الشارع، ما عندهاش اي مشكله في الخروج، يعني ما فيش برد ولا اي حاجه، فطبيعي ان الناس تبقى متواجده بشكل كثيف جدا. نعم، الزميلة بثينة سلام كنت معنا من ستيفن بلاتس، شكرا جزيلا لك. شكرا ممدوح.